تصدرت بقى أغنية أميرة لويجز وأش تراند يوتيوب بعد طرح الأغنية بساعات، واللي حققت 500,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها. وده طبعا جه بعد شهور من نجاح أغنية البخت اللي كسرت الدنيا في مصر والوطن العربي وحققت ملايين المشاهدات. الفنان تامر حسني أدى مناسك العمرة مع مجموعة من أصدقائه قبل ساعات من إحياء حفلته في مدينة جدة يوم الجمعة اللي فاتت، واللي حققت نجاح كبير جدا طبعا كالعادة.